احرص على ممارسة النشاط البدني في شهر رمضان لمدة 30 دقيقة يومياً مثل المشي السريع، فممارسة النشاط البدني يساعد على الحفاظ على وزن صحي، يخفض من نسبة الكوليسترول والضغط العالي. ينصح بممارسة النشاط البدني ساعتين بعد وجبة الإفطار أو قبل وجبة الإفطار إذا كنت تريد التخلص من بعض الوزن الزائد.